الزفلون وقلت ترى اي ما فين ما فين لا بوبليكاسيون كنا نشيفون النهار مقلف زعما اجتماع سري غير فرحات مهنية قد زيطوت ما كنت ورا دو ماك لا راشد لي مدوكير مقلف شحال لي من لي موديفيكاسيون يخدمهم اشاك فوا تتفغن سو جديد دونك تخدم لي بوبليكاسيون ازن سيولني شي كور ننسى نسي لا باب اب كسوا كين رنود واكين باسك سن مقلف لي من لي موديفيكاسيون مقلف شحال شحال يبرزان يفدلن لا مودي يفدلن لا بوبليكاسيون سي كسمم لا فوتو با با رنسيد عاود نصايب بايرنت زينا ابري من هناك لا ريونيون اللي صدرت للدوز كان فرحة مهنية كنت زيت طوط ديني ديسي دينا دينا جمال بن اسماعيل اكين الور كي جمال بن اسماعيل نغنت ل 11 ماشي ل 12 اي غيال ديجا جمال بن اسماعيل يتسوي نغنت ل 11 مثل ما قارن فرحة مهنية كنت زيت طوط من جماعة ل 12 هو كلا نغنت جمال بن اسماعيل مقل التوريث يغيوليث مارف زرم بلين مارس يفغيون العقل دونك اش تسوي لما غوشي على الدروات يفغيثن العقل باسكو لا بوليس لا رونسيني موهين يفغيثن ياكل العقل والله الا قيل قد فقن بلي الماك ذا راه شاد زوين مش حلو سميتي غير مقلف مش يخدم لي زيرور دو ديبيتون فوالا ارناند ان مومون انا كي حضر حضر لي زاجون المغرب ياكل لي زاجون لاسرائيل كالك مينوت ابرسا ولازم زعما انا سا بابا بكسيس C'est une déclaration de guerre à Mme Edgirm, les représentants d'Israël, de France, parce que France a quoi dit, non, attention, quand on a quelque chose d'aoud, une publication, oui, et je me dis, voilà, comme quoi, Farhat Mahen, j'ai tout égrané, Ben Smaïl. Yo, on dit, d'un astaraf, il va raconter le rejel, يا الدولة الجزائرية الزدموا على المروك وإسرائيل يا أخي هما اللي يحبوا يقسموا البلاد أي يا سيد بينوا لب للدولة الجزائرية بجيشها العظيم الميغوار ولا نتنو ولا على بالهم باللي إسرائيل والمغرب فرنسا راهم قاع وراء الماك هما اللي يديروا البلبلة في البلاد هما اللي حبوا يديروا حرب أهلية هما اللي حابين يقسموا البلاد هما اللي حرقوا الغابات هما اللي قتلوا 144 شخص بلاد القبائل هما اللي راهم وراء قتل جمال بن اسماعيل هما اللي يديروا كلش على بالكم يا خالد زعما على بالكم باللي المغرب إسرائيل وفرنسا اللي راهم وراء هذه الفتنة يا سيد خذ جيشك المغوار اصدم على المغرب واسرائيل وفرنسا اي بينوا الرجولة تاعكم بركة وما تطنهوا في الشعب بركة وما تمنيكوا على الشعب انا لا لا لماك 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 تي اورغانيزاسيون باسيفيست لماك حركة سياسية مسالمة ما رفضت لا سلاح ما قتلت واحد ما حرقت واحد ما دارت والو لا لماك لماك حركات تقول لك انا نحب حق تقرير الشعب القبائلي لمصيره سياسيا بكل حرية وديمقراطية ايا ديروا استفتاء ديروا استفتاء انا ايا وشوية شجاعة ايا عندكم شجاعة أي قبل الاستفتاء إن كنتم على يقين سأقولها بالعربية الفصحى إن كنتم على يقين بأن الشعب القبائلي ضد استقلال بلاد القبائل ديروا استفتاء شعبي استفتاء في بلاد القبائل كل القبائليين سيصوتون بنعم أو لا لاستقلال بلاد القبائل إن قالوا لا لاستقلال بلاد القبائل فإن حركة الماك سوف تذهب بعيدا كلنا سندخل لديارنا وسنتوقف عن السياسة وعن مطالبة استقلال بلاد القبائل شيء بسيط جدا اعملوا استفتاء ديروا استفتاء ريفيروندوم دوتوديتيرميناسيون كابيني استفتاء من أجل حق تقرير الشعب القبائلي لمصيره انتخابات نزيهة
نعم أم لا لاستقلال بلاد القبائل؟ إن صوتوا بلا فنحن سوف نتوقف عن كل نشاط سياسي يطالب باستقلال بلاد القبائل. آية شوية شجاعة يا الدولة الجزائرية، شوية شجاعة، كونوا شجعان، آية كونوا شجعان، إنها مسألة بسيطة جدا جدا، كونوا شجعان يا المغاوير. آية بينوا للعالم بأسره بأن القبائل ضد استقلال بلادهم، ديروا استفتاء بينوا للموندونتي باللي القبائل كونتر لانديبوندونس دو لا كابيلي، فازي علي. فوالا هذا ما يطالب به الماك. الماك ديجا معناه بالفرنسيه موفمون بور لوتو ديتيرميناسيون دو لا كابيلي، اون اراب بالعربيه حركه من اجل تقرير مصير بلاد القائد. يحبقون باللي الشعب القبائلي هو الذي يقرر بنعم أم لا لاستقلال بلاد القبائل، وذلك سيجرى باستفتاء شعبي ديمقراطي نزيه. الآن إذا أردتم تبينوا بأن الشعب القبائلي شعب جزائري ويريد أن يكون جزائري وليس قبائلي وليس ولا يريد الدولة له، يجب إجراء استفتاء. هذا هو حظكم الوحيد. إن كنتم على يقين بأن الشعب القبائلي ضد استقلال بلاده، يجب إجراء استفتاء. يا أخي راكم سير بلي خرج لا، ديروا استفتاء ونهينا من البروبليم هذا. المشكل هذا يتخلص في بضعة أيام، إن سمان استفتاء نتائج لا أو نعم، والبروبلم فيني، المشكل انتهى، والجزائر ستكون في أمان وفي استقرار.